إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه. بعزيمة وثقة كبيرين وبمزيد من الفخر والاعتزاز وأمل واعد بمستقبل أفضل، يحتفل الأردنيون في 25 من أيار من كل عام بالذكرى الأغلى على قلوبهم، ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. هذا اليوم الوطني الأغر الذي نستذكر فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسخت مكانته. واليوم ينظر الأردنيون والأردنيات لدولتهم في العيد 73 لاستقلال المملكة بكل فخر واعتزاز لما تحقق من منجزات أعلت شأنه ورسخت مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية بقيادة راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده إلى مستقبل طموح. على مدى 7 عقود استند الأردن إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائه. كما أرسى المغفور له الملك المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها المغفور له الملك طلال بن عبد الله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها بني الأردن الحديث جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. وحظي الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني منذ أن تبوأ سدة الحكم بتقدير الأوساط السياسية العربية والدولية. On behalf of the trustees of the John Templeton Foundation and the judges of the Templeton Prize, I present you with the Tree of Life Medal and I congratulate you on being recognized as the 2018 Templeton Prize laureate. Congratulations. لما لجلالته من إسهامات بارزة في دعم التعاون العربي للوصول إلى استراتيجية تكفل للأمة العربية التعاون والتضامن وبلوغ الأهداف القومية. وكان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق وزيادة حجم الاستثمار وتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان. ووفق التوجيهات الملكية تم إعداد رؤية الأردن 2025 لترسم طريقاً للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. وبفضل الأداء المميز للقطاع السياحي وبفضل توالي الارتفاعات في مؤشرات أداء القطاع السياحي المسجلة، شهد العام 2018 نمو الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار. واليوم وحيث يحتفل سفراء الأردن فوق العادة الجالية الأردنية في دبي والإمارات الشمالية عبر مجلس الأعمال الأردني في دبي بيوم الاستقلال المجيد، نستذكر تفرد وتميز العلاقات الأردنية الإماراتية على مستوى التنسيق والتكامل في المواقف تجاه القضايا المختلفة، ما يتجسد في مواقفهما بالمحافل الإقليمية والدولية. تطور مطارد يميز العلاقات الأخوية بين البلدين
منذ العام 71 عندما رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وبادرت بتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة معها. أول لقاء كان لي مع الشيخ زايد بعد وفاة الوالد رحمة الله عليهم جميعا. قال لي الشيخ زايد أنت مثل واحد من أولادي، وبالفعل وقف إلى جانبي وإلى جانب الأردن في أصعب الظروف وبكل الشهامة والأصالة والوفاء التي يشهد له بها كل من عرف الشيخ زايد أو تعامل معه. وسياسيا تتوافق الرؤى بين الإمارات والأردن في كافة القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وهو ما يتضح في الأداء الدبلوماسي والسياسي بالمحافل العالمية. وترتبط الدولتان أيضاً بعلاقات عسكرية رافعة المستوى ترتكز على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والكفاءات العسكرية والأمنية. اقتصادياً يعتبر الأردن شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2016 مليار و800 مليون دولار. كما تصل قيمة استثمارات الإمارات في الأردن نحو 15 مليار دولار، وذلك في مجالات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في الإمارات نحو 1.5 مليار دولار، وتتركز معظمها في مجال العقارات. مؤخراً أطلق الأردن والإمارات مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجال تحديث الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام. وتتوج الزيارات المتبادلة بين القيادتين هذه العلاقات المتميزة بين الأردن والإمارات في تأكيد على حالة الدعم والتنسيق المستمر بين الجانبين التي تجسد نموذجاً للتعاون والعمل العربي المشترك. فتحية حب وفخار من قلب كل أردني عاشق لتراب الوطن، لوطن يعيش فينا مهما بعدت بيننا المسافات والأزمان.